FM. الكلمة ليك. مستر تيك. على سلامتكم، مرحبا بكم في الماستر تيك. تم منذ ساعات منح الإجازة الخاصة بالاستثمار لفائدة شركة LG إنوتيك التابعة لشركة LG الكورية الجنوبية، وهذه من أجل بناء مصنعها الخاص بالنماذج متاع الكاميرا بالنسبة للسمارتفون في مدينة هاي فونغ في فيتنام. المصنع هذا باش يتم بنائه بميزانية استثمار جملية تبلغ 550 مليون دولار، وهذا كل على ساحة مساحة كبيرة توصل حتى 10 هكتارات في المنطقة الصناعية بترانغ دو اللي هي تابعة لمدينة هاي فونغ في فيتنامية. وحسب المخطط لمجموعة LG انها شركة متاع LG إنوتيك باش تنتج حوالي 30 مليون منتوج في الشهر الواحد موجهة نحو التصدير، ويعتبر المشروع هذا هو ثالث للعملاق الكوري في فيتنام، من حيث انه سبق قامت ببناء مركب تكنولوجي بكلفة 1.5 مليار دولار في مارس 2015 على مساحة 80 هكتار، وهو معناها يتخصص في انتاج وتجميع المكونات الكل كما التجهيزات الرقمية للسيارات والسمارتفون وحتى التلفاز، حتى زاد لماشين الكليماتيزور وحتى زادة الاسبيراتور موجودين في الديانوس عملهم نحن برشا. المشروع الثاني اللي هو مصنع تبلغ الكلفة متاعه 1.5 مليار دولار، واللي هو يهتم بإنتاج أول شاشات الأولاد التابعة لشركة LG، وتعتبر كوريا حاليا ثالث شريك تجاري للفيتنام، واللي ضاعفت قيمة مبادلة تجارية بين الطرفين 75 مرة منذ عام 92، وين توصل توا إلى تقريبا 38 مليار دولار سنة 2015. كما أنه كوريا هي أول مستثمر في فيتنام بما يقارب 4800 مشروع، بلغت رؤوس أموال متاحة ما يقارب 45 مليار دولار. نقعدوا مع LG واليوم نحكيوا على السكوب والبوز. خلينا بالنسبه للLG اليوم شركه LG الكترونيكس بيان سور نحكيوا على الايفا 2016 في برلين، نحكيوا على اكبر اكرون في العالم اولاد. الاكرون هذيا اللي معناها الارتفاع نتاعها 5 امتار والعرض نتاعها 7.4 متر بالنسبه للطول يعني 15 متر تقريبا. دونك اليوم نحكيوا على اكبر رقم قياسي لحد الان في العالم. دونك تم تجميع 216 شاشه اولاد اللي هي معناها 55 بوس باش يبنيوا الهيكل الفريد هذا من نوعه اللي فيه تقريبا 447 مليون و897 و600 بيكسل بالنسبه للايكرون هذيا، يعني تقريبا نحو نصف مليار كاملين. نحكيوا اليوم على الايفينمون اللي حكينا عليه نتاع الشفق القطبي صافي يزولي 3 موا في ايسلندا. اليوم نحكيوا على الشركه LG الكوريا الجنوبيه اللي عملت اكبر ايكرون الى حد الان في العالم. ويذكر زاده انه نحكيوا على الايزلندا 14 كاميرا مفصله معناها بالتكنيك نتاع الويت كا مش كات كا، يعني دوبل كات كا، واللي نجم ما تجمع تفاصيل الكل والحركه بدقه معينه برشا. اليوم نحكيوا على LG اللي قاعده تواصل في النسق نتاعها التصاعدي من بلدان العالم الكل. اليوم نحكيوا على اكبر اكرون في العالم. نحكيوا اليوم على الكاميرات الجدد في الازمه للسمارتفون، معناها كنا نعرفوا انه الكاميرا الموجودين ديما كعبه بركه كابتور وحيد موجود في الاكرون في الكاميرا من الثاني باي سمارتفون. اليوم نحكيوا على النوفو موديل نتاع السمارتفون يلتقى فيه دو كابتور كاميرا مش كابتور واحد. دونك اليوم نحكيوا على كلير سايت اللي هي باش تتحكم برشا في العين البشريه وباش تقدم نتيجه مخيد، يعني باش تولي ريزولوشن اقوى برشا وديتاي اكثر برشا. نحكيوا اليوم على السمارتفون اللي باش يكونوا كيما ال جي جي 5 وكيما الايفون 7 بلس وكيما يعني تليفونات الاخرين كيما الهواوي بي 9 والهونر 8 اللي هما دو سمارتفون ورا بعضهم خرجوا بالنسبه لهواوي. نحكيوا على الزوم اللي هو باش يكون اقوى برشا اذا كان استعملنا دو كابتور. بالنسبه للتكنولوجي نتاع المونوكروم والار جي بي بالنسبه للكولور باش يكونوا زاد اقوى برشا. نحكيوا على الكاميرات لازم يكونوا كومباتيبل لدي سمارتفون فيهم سناب دراجون 820 ولا سناب دراجون 821 واللي فيهم زاد يعني الكلير سايت اللي كنت نحكي عليه. دونك اليوم هذه كل التقنيه الموجوده من عند كوالكوم. دونك كوالكوم اي اس بي سبيكترا اللي هي التكنولوجي باش تكون موجوده في السمارتفون هذوما بيان سور كومباتيبل البروسيسور على خاطر الكابتور فوتو مش يركب بوحده ولا هكاك جوست كابل وركب كاميرا، مي لازم البروسيسور نجم يقرا الريزولوشن نتاع الكاميرا هذيا. هذا هو جديد بالنسبه لكوالكوم. في انجاز مذهل خلينا نقوله مميز برشا، نحكيوا على ابرز الاحداث في العالم وين قامت الصين خلال نهايه الاسبوع الفارق بتدشين مصعد للبواخر والسفن الاعلى ارتفاعا في العالم. دونك المصعد الجديد هذايا الضخم خلينا نقوله اللي هو يهدف الى تقليص معناها الوقت المخصص نتاع المرور نتاع البواخر الكل والسفن التجاريه من 3 ساعات الى 40 دقيقه اكهو. دونك عملوا يعني كيما نقولوا احنا ديمينيسيون بالنسبه للوقت هذا باش يربحوه اكثر. دونك المصعد الجديد هذايا اللي نجم حتى يهز السفن اللي
يوزنوا تقريبا 3000 طن كاملين في حوض يوصل حتى ل 120 متر ارتفاع, وهذا كل بفضل معناها الموتور القويين باش ما يفهموش في الصين ومر وقت راهم ما يفهموش عاد يعملوا لها جوانح ويطيروها راهو المهم الوقت ما يضيعش. فوالا دونك المانيا تشكيت اسر تماما من الصين خاطر المانيا وقت عملت البيلون تاع الترانات نتاعها بالنسبه للروتار لقات روح المانيا في العام كامل عامله 11 دقيقه روتار في العام كامل في المانيا كامله عامله 11 دقيقه بار كونتر الصين عملت 3 دقائق هكا هو دونك باش تفهموا الحكايه شنو هي. دونك اليوم نحكيو على بيان سور الاسانسور هذا اللي خاص بالبواخر باش يكون موجود في الميناءات او الموانئ نتاع الصين. طالب بريطانيا عمره 22 سنه قام باختراع ثلاجه محموله نجم تكون بيان سور تنقذ حياه الملايين. هذا كل تخصيص الثلاجه الصغيره اللي هي اسمها ايزوبار اللي هي بيان سور جلاسير معناتها لا اللي ماهوش جلاسير ما انها هي بالنسبه للفاكسان يتحطوا فيها لي فاكسان جلاسير معناها ما تخصنيش كامل وصل دونك اليوم نحكيو على الشاب التونسي او يقول التونسي البريطاني جمله اللي عمل يعني الفيجيتير يعطيك الصحه غاسي ما فهمتني تو ليسونسيال نحكيو على سكادو باش تكون محموله بالنسبه للناس المرضى اللي عندهم دي فاكسان مثلا بالوقت مثلا يزرقوا ثلاثه مرات في النهار عندهم توا سكادو جديده اختراع جديد عباره هي جلاسير محموله لكن باش تكون سكادو نورمال فيها من داخل ليزولاسيون تقعد ديما بارده كيما بيان سور معناها عندنا لي ترموس كيما الترموس معناها بالنسبه للسخون نلقاو الجلاسير كيما هذيا بالنسبه لي فاكسان. الطفل هذايا اسمه جيمس دايسون اللي هو معناها ربح الجائزه السنويه المفتوحه للطلبه حول العالم وقام بالاختراع هذايا ممكن ينقذ برشا الناس والحراره اللي نجم يستحفظ عليها الجهاز هذا ما بين 2 و8 درجات لمده 30 يوم كاملين معناها من غير ما تعمل حتى ريشارج. السيد هذا يبدا يخدم في البروجي هذا من عام 2012 واللي هو الاختراع باش يساهم في انقاذ تقريبا 1.5 مليون شخص حول العالم اللي هما يعانيون من بعض الامراض. اخيرا نكملوا مع السلطات المغربيه اليوم بعد السكايب والفايبر والواتساب في بدايه العام 2016 وين منعتهم السلطات المغربيه. اليوم السلطات المغربيه بسير حسب المواقع التواصل الاجتماعي لدرجه موقع تلقول بوان ام ا اللي هو موقع المغربي حكي على الابلكيشن اللي باش تعمل في المغرب اللي معنى اللي بعد ما اقفلت معنى وقفت الفويب هذيا اللي هو يعني المقننه نتاع الاتصالات الموجوده في المغرب حكي على التكنولوجي نتاع الويب ال تي سي. دونك اليوم نلقاو الابلكيشن ديو مع عند جوجل اللي حكينا عليها مره فاتت تسيبت في المغرب خاطر المغرب كونترولي برشا لي ابلكيشن هذوما تاع ديسكوشن انستانتاني ممكن حتى فيهم فلوس ممكن زاده يخافوا من بعض الحاجات اللي احنا ما نجموش نعرفوها ما نحبوش نعرفوها ليسونسييل. اليوم المغرب خلات الديو بعد سكايب والفايبر والواتساب موجوده في المغرب. اللي فاتته المستر تيك اليوم نجم يعاود يتفرج فيه على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كاب اف ام ولا www.capradio.tn. ميرسي هبه. كاب اف ام الكلمه ليك.